اطلع رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان من وزير الداخلية مروان شربل على تحضيرات لزيارته قطر غدا، والتي سيبحث في خلالها مع المسؤولين القطريين في المساعدة في الإفراج عن المخطوفين في عزاز. ملف المخطوفين في سوريا حضر أيضا في لقاء رئيس الجمهورية مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي يرافق وزير الداخلية إلى قطر، إلى جانب بحث في عدد من الملفات قيد المعالجة. هذا وتسلم سليمان من راعي أبرشيات بيروت الموارنة المطران بولس مطر ورئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن دعوة للمشاركة في القداس الإلهي لمناسبة عيد القديس مارون في 9 من شباط المقبل، قبل أن يتناول مع الوزير السابق مخيل الظاهر في السياق المطروحة لقانون الانتخابات وأهمية مطابقتها لروح الدستور وميثاقه.